انتقل وياكم الى جناح الاميريتس. جناح الاميريتس نسوي فيه اكثر من قسم، الاقسام الخاصه اللي نسويها هي اكثر اشوفها بالنسبه حق الشركات الخاصه في راحتنا، سواء كانت المقاعد في درجات رجال الاعمال والدرجه الاولى او في السياحيه. اعتقد هذا الجزء الجديد من الاميريتس، خلينا نشوفه ونجرب. Hi. Hi. Do you mind if you appear on the camera? I don't mind it, not that I need to speak. No, you don't have to speak. I just want to ask you about the seat. This is premium economy, yes? This is premium. Okay, is it already introduced in the aircraft? Which aircraft is it in? We're already operating on the A380. Okay, so you have A380s now with these seats already. Okay, so these are considered premium economy, but the normal economy and the 330s have not changed. Do you mind if I try them? Not at all, okay. Please. Thanks. Please. I could put one for you, one for me. Yeah, pretty good. It's really good. It's really good. I'm asking, since I'm not stretching a lot. But they're really good. What happens when you cruise? What is cruise? That's good. Good question. I'm sitting here with my friend. Yeah, well, nice to see you, my friend. We're enjoying the flight very much. Yeah, well, what's your name? Because they have put it on the list. My name is Tassad. Nice to see you. So we are going to enjoy a little bit here, I guess. Definitely. Nice to see you. Likewise. Cheers. زين الحين بس عشان أقطع لكم الإيكونومي. هذا بريميوم إيكونومي. الريكلاين مال الكرسي وايد مريح، الكرسي جدا مريح. في وايد شركات طيران يمكن يكون هذا مستوى البزنس كلاس عندهم. السيت لذر يرجع، بوريكم بعد شوي اذا يبين الهدوء حتى في كونتراست. انت قاعد في السيت مرتاح على الاخر. هاي رحلات 380 راح يسوون ابجريد لهم في طيارات 380، راح يحطون بريميوم ايكونومي كلاس معين راح يكون هذا. انا وايد منشك احكي لي مرتاح ومنسدح كل العالم ينطرون، بس انا ما نشوف. فراح يصير هذا البريميوم ايكونومي في الايرباص 380. كم طياره راح يسوون الحين؟ راح نبدا نسلم ونشوف هل راح يسوون كل 380 ولا كميه معينه. بس مريح وايد. هذا المقعد وهو نازل تشوفون شكله، وهذا مقعد الصالة. خلينا نحاول نعدله. يمكن تتابعون على الانستغرام يدرون وانا حاطط خبر مال البريميوم ايكونومي في 380، وما كنت يعني صراحه متشجع بالنسبه حق القرار هذا، بس خطوه جدا جميله اذا صارت، او هي تقول انها صارت في طيارات فيها اوريدي. اعتقد راح يكون نقله نوعيه في 380 في مقاعدها. خلينا نشوف شنو عندهم غير الاشياء هذه. هذه كابينه 777 غطيناها من قبل كم سنه، اللي كانت فيها من داخل مقاعد وكأنها فيرست كلاس. هني أكاديمية الإمارات لتدريب الطيران. خلينا ندش وياهم ونشوف شنو موضوعهم وشنو موضوع دراستهم.